احمد فيلاي جوزي مقدم الشرفاء الاداري سابق الطونيل ومقدم الضريح الادريسي. اليوم انطلقت الانشطه ديال موسم مولاي ادريس الازهر اللي غتستمر حتى 29 شتنبير، طبعا مع ليله الشرفاء الصقليه اللي غتكون في 30 شتنبير. هذا الحفل هذا او هذه المناسبه هي تحت الرعايه الساميه لمولانا امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس نصره الله. هذا الموسم حنا اللي بغينا يكون موسم استثنائي، موسم بغينا نردوا ذاك العادات والاعراف والتقاليد اللي كانت سابقا، يعني شاهدنا الحمد لله وردينا مجموعه العادات والاعراف. وكان ابرز حدث تاريخي في هذا الموسم هذا هو اللي كان في استعدادات القبليه، حيث ان تمت خياطه او وضع اللمسات النهائيه لكتوبة الضريح داخل القبه، هذه كانت اول مره في التاريخ. وطبعا كانت رساله مفادها ان الموسم غيكون استثنائي وان جميع المواسم اللي قادمه ان شاء الله غتكون استثنائيه وغتكون تتماشى والطابع ديال العاصمه العلميه مدينه فاس، العاصمه العلميه والثقافيه والحضاريه. اذا خاص الموسم ديال هذه العاصمه العلميه يعني يكون موسم في المستوى، موسم يليق بواقع الحال ديال هذه المدينه هذه. وفي نفس الوقت كنتمنى من الله يكون هذا الموسم هذا هو انطلاقه لرواج تجاري في المدينه العتيقه، وانطلاقه ايضا لضريح جديد، ضريح جديد قديم. يعني الضريح حنا بغينا ضريح مولاي ادريس اللي كان سابقا في الستينات في السبعينات، ذكر الله الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، الامداح النبويه، جو رباني، يعني الزائر يدخل يحس بالطمانينه، هذا هو اللي كنسعاو له. وكما قلت ان الضريح راه ملي كيجيو الزوار للضريح راه حاجه طبيعيه، راه كيجيو للمدينه العتيقه كيكون رواج تجاري. اذا حنا من خلال هذا الموسم هذا كنسعاو ان شاء الله باش نحققوا مجموعه، نسجلوا مجموعه ديال النقاط الايجابيه الصالحه للمدينه هذه، وان شاء الله تعالى التوفيق.